السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا اخوان الكرام؟ الاحوال ديالكم ان شاء الله تكونوا بخير والعافية. اليوم ان شاء الله سوف تكون الدورة لذيك من اليوتيوب الدورة الثامنة، وهي حول الاحصاءات الخاصة بالفيديو. هناك العديد من الامور التي لا يعلمها العديد من الناس في احصاءات اليوتيوب. المهم في هذه الدورة، دورة الريف من اليوتيوب، سوف نتعرف عليها. كما تلاحظون بارك الله فيكم، عندما ندخل الى اي فيديو من هذه الفيديوهات الخاصة باليوتيوب سوف نجد مثلا هذا الفيديو نريد ان نتعرف على الاحصاءات الخاصة به، لا من ناحية الارباح، لا من ناحية جميع الامور. سوف ننقر على القلم بهذا الشكل التفاصيل. فاول شيء عندما ندخل سوف نجد المعلومات الخاصة بنا، سوف ندخل للاحصاءات الخاصة بالفيديو لنتعرف على هل الفيديو فيه أرباح أو ليس فيه الأرباح أو شيء من هذا القبيل، فيعني التفاعلات إلى آخره. فأول شيء الذي يجب أن نتعرف عليه هو نظرة عامة، وننتقل واحدة واحدة. فالنظرة العامة سوف نجد عدد المشاهدات، وقت المشاهدة بالساعة، المشتركين، الأرباح. فعدد المشاهدات الذي شاهد هذا الفيديو اللي هو 1700 شخص، تمام؟ الوقت المشاهد بالساعة هو 35 ساعة، فهاد 1700 شخص شاهد الفيديو 35 ساعة أو 35.8 دقائق. كم كسبت من هذا العدد المشاهدة؟ كسبنا منه اللي هو 14 مشترك، وهذه هي الأرباح الخاصة بهذا 1700 مشاهد، تمام. فهنا سوف أراقب كذلك مقارنة بالأداء المعتاد للفيديوهات، سوف أجد أن هذا الفيديو هذا منخفض على الفيديوهات السابقة، يعني الفيديوهات السابقة هي اللون الرمادي وهو باللون الأزرق، يعني هناك انخفاض في الفيديوهات، لأن هذه الأيام كما ذكرنا لكم في البث المباشر أن هناك مشكلة في عدد الزيارات، في المهم التفاعل في الفيديوهات. هذه هي النقطة الأولى، والنقطة الثالثة وهي أهم نقطة، أهم نقطة، وهي الاحتفاظ بالجمهور أو متوسط مدة المشاهدة، تمام؟ فهذا الخط، هذا يعطيك قرير حول هل الفيديو يسير بطريقة جيدة. يعني مثلا فعندما نشاهد الفيديو، يعني نشاهد يعني نزوله بواحد الطريقة معتدلة جيدة إلى الآخر، يعني في الدقيقة 43 أكيد أنه سوف ينزل، لأنه آخر الفيديو لا يهمنا. سوف ننقر على اطلاع على المزيد، وسوف نجد ان في هذا المكان الفيديو فهو جيد. ما هو الشيء الذي جعل الفيديو ينزل في اخر الفيديو؟ وهو الدقيقه، شحال الدقيقه؟ 39، يعني اخر الفيديو. كما تلاحظون اخر الفيديو لا يهتم به اي شخص. فهذا الفيديو هذا جيد، وكانت عليه واحد النسبه ديال المشاهده اللي هي 60%، يعني من هذا العدد ديال 1700 شخص 60% اللي شافوا، الذين شاهدوا الفيديو من الاول الى الاخير، للمده اللي هي يعني المتوسط ديال هذه المده في المشاهده اللي هي دقيقه و16 دقيقه، يعني تقريبا دقيقه تقريبا لم يشاهدها، يعني كان فيها واحد الاختلاف، يعني شخص دخل من الاول وواصل. المهم على الفيديو غير على انه جيد. سوف نعطي مثال اكثر. عندما ادخل هذا الفيديو مثلا عندي نسبه ديال المشاهده ديال 23%، يعني شيء منخفض، شوف واحد النزله، واحد الهبوط مفاجئ في هذه الدقيقه هذه، يعني هذه المقدمه ديالتي انا شخصيا حتى هنا لا يهتم بها اي شخص، يعني 24 ثانيه بدات مباشره في شرح الموضوع. فهنا بدا الاشتناق، يعني هنا بدا الناس يشاهدون وهو بدا في الانخفاض، تمام؟ فهنا سوف تكتشف الاماكن التي الغير جيده في الفيديو. طيب، لانه مجال تعليمي لابد ان يقع هذا المشكل هذا. هنا نشاط في الوقت الفعالي، هنا سوف تجد ان النشاط في هذا الفيديو كان في الساعة الرابعة من الثالثة الى الرابعة، التوقيت الاخر لا يهم في هذه النقطة هذه. هنا سوف تلاحظ الاحصاءات العامة للقناة، فكل ما تجد في الترتيب، يعني ماشي في الفيديو بالضبط، فعامة الفيديوهات سوف تحلل جميع الفيديوهات حول التوقيت الذي يكون فيه الناس متفاعلين. إذا اكتشفت أن التوقيت المناسب هو الثالثة والخمسة وخمسين، فقم بتنزيل الفيديوهات في الثالثة والخمسة وخمسين مثلا، تمام؟ هنا في هذا المكان أهم المصادر الزيارات، هنا صفحات القناة، إشعارات، يعني صفحات القناة هي الصفحة الخاصة بالقناة الرئيسية، اللي هي القناة الرئيسية، شخص يدخل في القناة يجدك في الصفحة
الأولى لديه. وهنا يعني هذا جاء فيه العدد الأشخاص الذين ضغطوا على الإشعارات يعني الزر الجرس. وصل الفيديو إلى البحث، يعني عنده واحد البحث هذا جيد ما دام أن استبحث في اليوتيوب فهو جيد. ميزة أخرى لا نعرفها، ميزة التصفح. فهنا ميزة التصفح هو أن الشخص يعني شوفوا لاحظوا في هذا المكان هذه هنا كاين واحد البلاصة هنايا ميزة التصفح، وهي الشخص يتصفح في القناة الخاصة بك تمام. وهناك شيء آخر الذي لا يوجد في الفيديو الآخر، فيديوهات المقترحة، يعني الفيديوهات التي تظهر في الفيديوهات الخاصة بالآخرين، يعني في آخر الفيديو أو ربما في فيديوهات الآخرين تظهر على اليمين هي مقترحة في الفيديوهات الأخرى. هذا هذه النقطة هذه مزيان. بالنسبة لنسبة الإعجاب، أن هذا الفيديو هذا عنده واحد نسبة الإعجاب اللي هي 91% يعني جيد. بالنسبة متوسط الأرباح اللي هو 92% راه متوسط الأرباح، راه ماشي المهم على أي هو ما تهتمش، راقب الأرباح الخاصة بك كاملة. بالنسبة للمكان اللي خاص بمستوى وصول إلى الجمهور، فهنا سوف نجد مرة الظهور ونسبة النقر، عدد المشاهدات، المشاهدون الفريدون. هنا مرة الظهور يعني تقصد فيه أن مرة الظهور كم مرة ظهر هذا الفيديو لدى الناس، ظهر 22 ألف شخص شاهد هذا الفيديو هذا، يعني مرة أمامه تمام، ينتقي في أي مكان، ف 22 ألف واحد شاهد الفيديو. ولكن في هذا 22 ألف عدد المشاهدات الذين شاهدوا في هذا الظهور اللي هو 1700 شخص فقط تمام. وهذيك النسبة ديال النقر على ذلك الفيديو في هاد 22000 وهي 3.6% من هاد 22000 تمام، ليست 50000، يعني لو كانت 50000 على الأقل 10000 شخص سوف يشاهد هذا الفيديو. ولكن المشاهدون الفريدون هم المشاهدون الغير مشتركين، يعني الأشخاص غير مشتركين، يعني أنا جاني من هذا الفيديو هذا أشخاص غير مشتركين في القناة الخاصة بي، هم فريدون تمام غير مشتركين في القناة. فهنا أيضا سوف أجد مصدر الزيارات، جاء من ميزة التصفح، قد ذكرنا لكم ما هي ميزة التصفح، جاء من الإشعارات، جاء من صفحات القناة الخاصة بي، فيديوهات المقترحة مباشرة أو غير معروفة، يعني جاء من أماكن غير معروفة. هذا المكان هو التحليل اللي أعطينا لكم في الأول. هنا مصدر الزيارات، مصدر خارجية، هذا الفيديو جاء من فيسبوك، شخص بارطاجه في الفيسبوك أو الجيميل، شخص جاء من يعني ناس مشتركين عندي في الجيميل تأتيهم الشعار في الجيميل، جاء من واتساب، شخص قام بمشاركته في الواتساب، فيسبوك، جوجل سيرش، يعني شخص كتب كلمة من كلمات الدلالية الاستعمال وجاء من هذا المكان هذا. هنا نسبة إجمالي على مصدر الزيارات، يعني مصدر الزيارات جاء من هشام هاشم، شخص يكتب هشام هاشم، هشام العروجي، روتين في الحمام، أفضل موقع، هذه الكلمات التي جاء منها المصادر الزيارات بالكلمات تمام. هنا مصدر الزيارات فيديوهات المقترحة، يعني عندما يشاهد شخص أي فيديو يظهر له في اليمين أو في آخر الفيديو هو دورة ربح من اليوتيوب، يعني فيديوهات خاصة بي، عندما انتهى أي شخص وجد هذا الفيديو اللي هو الروتين ونقر عليه تمام. يعني هذا تسمى المصدر الذي جاء منه هؤلاء المشتركين. التفاعلات كذلك، وقت المشاهدة بالساعة اللي هو 35، متوسط مدة المشاهدة 1.16، المهم هضرنا عليه يعني في قضية المشاهدات في مستوى الوصول، راه المستوى النظرة عامة طبعا هنا في هذا المكان هذا هضرنا تكلمنا عنه، يعني هذا فقط هذه نظرة عامة، يعني هي تفسر لك جميع الأمور، أنا فقط أريد أن أنتقل لإعطائك جميع التفاصيل. فهنا احتفاظ بالجمهور قد تحدثنا، نسبة الإعجاب تحدثنا، معدل النقاط على عصر الشاشة في النهاية، ما تنهضروش على هذا الباب هذا، المهم هذا الباب هذا قد شرحناه اللي هو الاحتفاظ بالجمهور. هنا كذلك الجمهور، المشاهدون الفريدون 1500، المتوسط ديال المشاهدة من هاد المشاهدون اللي هما جدد كانت ما بين دقيقة وعشر دقائق. 10 ثانية تمام، ما بين المشاهدة ديال هاد الناس يعني تقريبا هنا واحد المقدار ديال المشاهدات. والمشتركين الذي جاء من الناس الفريدون اللي استفاد من هاد 1500 استفاد فقط 14 المشترك. طيب
وقت المشاهدة من المشتركين في القناة كان المشتركون كان عندهم الوقت المشاهدة هما اللي طولوا أكثر، غير المشتركين لم يطيلوا في المشاهدة غير معروف. يعني عدد الجنس المشاهد اللي هو ذكر والأنثى، عندي بزاف الناس ذكور يشاهدون الفيديو، لهذا سوف أعمل على الفيديوهات الخاصة بالرجال. تمام. أهم البلدان عندنا المغرب، الجزائر، مصر، فرنسا، تركيا. يعني أنا المغرب أكثر زيارات لدي في هذا الفيديو، لا نقول عام عن عام، سوف نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس المجيد. والعمر كذلك، الناس الذي يعني التفاعل اكثر من 25 سنه حتى 34 سنه، يعني ناس كبار في السن هم الذين ياتون لدي اكثر في الموقع. الارباح طبعا سوف تنقل عليها بهذا الشكل، وسوف ترى الارباح الخاصه بك اليوميه او من اليوم الذي بدات فيه الفيديو. حاولت ما اكثر يعني اكثر اتحدث في بسرعه لكي لا أطيل عليكم، بارك الله فيكم. وبالنسبة لأنواع الإعلانات الأكثر ربحا لدي، وهي إعلانات فيديو قابلة للتخطي، القابلة يعني الإعلانات التي توجد فيها 3 ثواني أو 6 ثواني أعتذر، وينقر شخص على التخطي، هي الأكثر ربحا لدي. إعلانات المصورة هي التي تظهر في الجانب على الجانب الفيديو، وأيضا إعلانات الملصقات الصغيرة وهذيك الصغيرة إلى آخره، إعلانات الفيديو قابلة للتخطي. يعني انا الذي اجد اكثر ربحا وهو اعلانات الفيديو القابله للتخطي، وهي الاكثر فعلا ربحا في جميع الفيديوهات. واعتذر على الاطاله، حاولت ما امكن ان اتحدث بسرعه كي لا اطيل عليكم في هذه الدوره 8. ونتمنى التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.